السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا البارتي الثانيه ديال الاسئله المتوقعين بالفرد الثاني والمرتبطين باللوغومون اوتوبيوغرافيك لا بواطا ميرفي ديال احمد الصفريوي. ديجا درت لكم البارتي الاولى ديال الاسئله المتوقعين في الفروض، بالضبط خدمنا لو شابيتر 7 8 اي 9 ودابا غادي نخدموا لو شابيتر 10 11 اي 12. يعني كل واحد يمشي لو شابيتر اللي غايقول ليه الاستاذ عندك فيه فرض ويخدم داك الفيديو اللي كاين في هذاك لو شابيتر، حيت ضروري ما غادي تخدم هذاك لو شابيتر خاصك تخدم تخدم شابيتر قبل منه وشابيتر من وراه باش هكا تعرف وتوقع جميع الاسئله اللي غادي يكونوا. دائما كنقول لكم هادشي اللي كنخدم معكم انا للجهوي 100% وبطبيعه الحال كتبريباريو في نفس الوقت للفرض باش هاكا كتضربوا عصفورين بحجر واحد. نبداو على بركه الله الاسئله ديالنا، وكنتمنى حتى واحد ما يبخل عليا بجام والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، واللي باقي ما تابوناش في لاشين الثانيه ديالي soutien.com راه تلقاوها في صندوق الوصف، دخلوا وتابوناو وغتلقاو فيها حتى هي المزيد من الفيديوهات والمزيد من الشروحات. نبداو على بركه الله. اول سؤال متوقع، بدلت لكم لو ستيل ديال داك لو طابلو، كتبقاو تلقاو لو طابلو لو تيتغ داكشي. دائما كنحاول انني نبدل في الصيغه ديال الاسئله باش تولفوا داك لو طابلو بعده صيغ، حتى لاسوسياسيون دو باساج كنحاول انني نبدلها لكم باش انكم تولفوا، ما تبقاوش مولفين على ريتم واحد ديال الاسئله، ملي كيتبدل كتلقاو راسكم مصدومين. احمد الصفريوي اي تاني كريبا ماروكان ديكسبرسيون فرونسيز. احمد الصفريوي هو كاتب مغربي، بغاو يعرفوا واحد المعلومات عليه. كون اي او ايتيني فين تزادو امتى تزاد، سي تي اون دو سي زوفر اوتر كو لا بواطا ميرفي، غتعطي شي كتاب اخر كتبوه هاد احمد الصفريوي من غير القصه اللي كتقرا انت اللي هي لا بواطا ميرفي. كون ايتيل مور وامتى مات هاد احمد الصفريوي. هاد لو طابلو اللي هاد الاسئله اللي كيتطاو على شكل لو طابلو تبدلتهم لكم انا بحال هاد الستيل هذا باش اننا نوعو شويه غنجاوبو عليهم. بطبيعه الحال خاصكم تكونوا ضابطين هاد المعلومات الاوليه. كون اي او ايتيني ناد زاد هاد احمد الصفريوي في 1915 تزاد في مدينه فاس. شي كتاب اخر كتبوا لينا من غير لا بوطا ميرفي، عندنا لو جاردان دي سورتيليج، وعندنا بزاف ديال الكتب وحدين اخرين، المهم اللي عجبتكم كتبوها. لو جاردان دي سورتيليج، ودائما لو تيتغ ديال اي رومون كيما كان النوع ديالها كنسطر عليها، ولا بغيتو تكتبو تا لو شابلي دومبغ كتبوها، المهم هما بغاو كتاب واحد. انا قلت لكم جوج، حافظوهم للفرض وحافظوهم حتى الامتحان الجهوي، واللي ساهلين هما لو جاردان دي سورتيليج ولو شابلي دومبغ. كون ايتيل مور امتى مات هاد احمد الصفريوي؟ مور اون 2004، مات في 2004، نقولو حتى فين مات، اغابة، ومات في الرباط. السؤال الثاني، دابخي فوتخو ليكتور دو لوفغ، من خلال قراءتك للقصة، كيل ميتي أو بيا أكتيفيتي إكزيرس شاكان دو سي بيرسوناج، أشناهي المهنة ولا الحرفة ديال كل شخصية من هاد الشخصيات اللي كاتبة ليكم منها. أول شخصية هي سيدي العرافي، سيدي العرافي هو واحد الشواف اللي أعمى، أن فويون أفوغل، لالا كنزة هي الشوافة، يعني يا إما نكتبو الشوافة يا إما نكتبو فويونت. سيدي عبد السلام تيسورون، مولاي العربي اللي هو راجل لالا عيشة بابوشي، هادشي خصكم تكونوا داكين وماشي غادي تصادفوا مع باساج عاد غادي تكتشفوا، خصكم تكونوا عارفين هادشي هذا. الأجوبة سيدي العرافي أن فويون أفوغل، واحد السيد اللي ما كيشوفش أعمى، اللي مشات عنده لالا عيشة ولالا زبيدة وسيدي محمد من بعد ما وقعوا اليوم المشاكل باش يعرفوا المستقبل ديالهم. لالا كنزة هي الشوافة ولا فويونت اللي درتو فيها صالحة. سيدي عبد السلام تيسورون، المهنة ديالو الأصلية هي تيسورون، ولكن المهنة اللي مشى كيدير من يطاحو ليه الفلوس هي موارسونوغ، ديما يسولوكم على المهنة ديال سيدي عبد السلام تيسورون. مولاي العربي بابوشي، مولاي العربي راجل لالا عيشة، المهنة ديالو أنه كيصوب البلاغي وكيزوقهم وداكشي وكيبيعهم. أو أبيت سيدي العرافي، هاد سيدي العرافي اللي مشات عندو لالا عيشة ولالا زويدة وسيدي محمد فين ساكن؟ سيدي العرافي ابيت لو كارتي سفاح، ساكن فواحد الزنقه اللي سميتها الزنقه ديال سفاح. اكوا لو ناراتور كومباراتي لو باني دو سيدي العرافي، باش قارن لينا الراوي اللي هو سيدي محمد اللي هو لو بيرسوناج برينسيبال ديك السله ديال داك سيدي العرافي، عنده واحد السله تا هو داير فيها بزاف ديال الاشياء، هادوك هاد السله هادي اللي فيها هاد الاشياء ديال سيدي العرافي باش قارنها لينا لو ناراتور.
Il compare le panier du voyant à sa boîte à merveilles. قارن ديك السلة ديال سيدي العرافي والعلبة ديال العجائب ديالو. Que demande Sidi Al-Rafi à l'enfant en présentant son panier? Had Sidi Al-Rafi min ni jehda Sidi Mohamed qal li haka had hiya salla. Ashno tlab minnou min yata dik salla diyalo. Le voyant demanda à l'enfant de saisir un objet sans le voir. Le voyant li huwa Sidi Al-Rafi tlab min l'enfant li huwa Sidi Mohamed annou yhez wahed l'haja, ay haja ghadi tqisha yedo yhezha min dik salla bla ma yshoufha, yani ma yqalbsh dik le panier. وي يهز داكشي اللي بغى عاد يعطيه فقط يدير يدو ويهز شي حاجه وما يشوفهاش ويعطيها لسيدي العرافي. كان اوبجي سيدي محمد في تيل سورتور دو باني مني سيدي محمد دار يدو في ديك السله ديال سيدي العرافي اشنو هزات ليه الايد ديالو بالضبط. لوبجي روتيغا بار لو ناراتور اي تون بول دو فير. سيدي محمد مني هز من ديك السله هز وحال واحد البيه ديال الزاج. Quel conseil prodigue Sidi Al-Rafi à l'enfant? Je n'ai pas dit que Sidi Al-Rafi est le personnage principal d'Yenna. Il lui prodigue de regarder en dedans de soi, il lui fait mes amis, 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 il lui fait mes amis. Quel objet Lalla Aïcha retira-t-elle du panier du voyant? Mini jette une nouba de Lalla Aïcha ou d'artaille l'id de Lafsella ou zet ou had l'haja? Ashno zet had Lalla Aïcha? Bedabt. Lalla Aïcha retira un minuscule coquillage. Quelle prédiction annonça le voyant à Lalla Aïcha? Ashna ou l'haja li twaqa ou Lalli khbar biha had Sidi Al-Rafi khbar biha Lalla Aïcha ou chi haja li ghadi twaqa fil moustaqbel? Ashno gal liha bedabt? Il lui annonça. Il lui. annonça que le nibil l'ouch d'yelha, yani l'ouch d'yel zaujia d'yelha, sera de nouveau reconstruit. Bil l'ouch d'yelha, gayaoudi djma' min jadid, yani moulay l'arbi, gayaoudi rja' l'la'icha, gayaoudi djma' chmel d'yelho min jadid. Hachi hada li khbar bi had Sidi Al-Rafi l'la'icha. Quel objet Lalla Zoubida retira-t-elle du panier du voyant? Mini jet nouba de Lalla Zoubida, ou t'as dit qu'elle a été chez Hajab, la bête chouffée à Mendik Sella, achnou zet Lalla Zoubida bedab. Lalla Zoubida retira une perle noire. Mini jet nouba de Lalla Zoubida, t'as dit qu'elle a été une perle noire. Quel conseil donna Sidi Al-Rafi à Lalla Zoubida? Achna hiya nasiha li ata Sidi Al-Rafi Lalla Zoubida, wa nsah Lalla Aïcha, wa nsah Sidi Mohamed, wa nsah ta Lalla Zoubida. Achna hiya nasiha li ata hada chouaf l'a'mal Lalla Zoubida. Le voyant conseilla Lalla Zoubida de visiter les sanctuaires de la ville. Had Sidi Al-Rafi nsah Lalla Zoubida anha tmchi tzour douk l'adriha douk l'awliya salihin dial al-Madina. Pourquoi Sidi Mohamed s'était-il caché dans les plis du haïk de sa mère? Là, Sidi Mohamed كان غادي في الشارع مع مولا العيشة شوية تتخشى وتضرك بالحيك ديال الأم ديالو. Sidi Mohamed s'était caché, Sidi Mohamed تخزن car il avait peur du fqih qui passait dans la rue. Sidi Mohamed خاف من الفقيه بان ليه الفقيه غادي يدايز وهو صحيح وما مشاش عنده المسيد مغيب على المسيد، إلا شافو الفقيه غيعطي قتلة ديال العصا حيت ما مريض ما والو وما جاش للمسيد باش يقرا، مشى تخزن في الحيك ديال الأم ديالو. Quel mensonge Lalla Zoubida était-elle prête à dire au maître de l'école coranique? Achnaïe l'kidba li wujdat ou kant mujdaha Lalla Zoubida anaha ghadi tgoulha le maître de l'école coranique, yani l'fqih diyal l'msid, ila soulha ala Sidi Mohamed majash. Elle avait amené son fils voir un médecin. L'kidba hiya hadi, elle avait amené son fils voir un médecin, يعني كانت غتقولي بالله هي دات الولد ديالها سيدي محمد باش يمشي عند طبيب. Quelle résolution concernant سيدي محمد pris Lalla Zoubida le lendemain de la visite de سيدي العرافي؟ اش هو القرار اللي معلق بسيدي محمد اللي خداته لالا زوبيدا من بعد ما مشى وزاروا هاد سيدي العرافي؟ Lalla Zoubida décide de garder l'enfant à la maison durant le mois d'absence de son père.
parce qu'elle se sentait seule. Lalla Zoubida قررت انها غتخلي سيدي محمد واخا يصح غادي تخليه في الدار معاها في ديك المده ديال شهر كامله اللي غيكون الاب ديالو غايب فيها. علاش؟ parce qu'elle se sentait seule, حيت كتحس انها وحيده بوحدها بغات تخلي سيدي محمد باش يونسها. Que décida Lalla Zoubida de faire avec son fils chaque semaine? هي قررت انها غتخلي الدري معاها واخا يصح ما غيمشيش للمسيد، ولكن دارت واحد القرار واحد اخر، كل سيمانه غادي دير واحد الحاجه مع سيدي محمد. اشنا هي هاد الحاجه هادي؟ Lalla Zoubida décida d'emmener son fils visiter les divers sanctuaires de la ville. Lalla Zoubida قررت انها غادي تمشي تدور بسيدي محمد جميع الاولياء والصالحين كيف قال ليها سيدي العرافي. Qu'est-ce que le messager de l'imam Abslam a apporté de sa part à Lalla Zoubida? L'imam Abslam, chez Khdem, le mois de l'Ishar, aux environs de Fès, comme moissonneur. Mais il m'a dit que je suis à Khdem, à Jal Douar, qui est en train de se dire Mohamed, ou l'imam Abslam, il s'est fait un peu de mal, 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 il s'est fait un peu de mal. Le messager de Sidi Abslam a apporté une douzaine d'œufs, un pot de terre ébréché plein de beurre et une bouteille d'huile d'un brun sombre. Had le mersoul hada li ja men ande Sidi Abslam, jab 12 bayda, wahed un pot de terre, wahed jbaniya mshaqqa, ébréché plein de beurre, amra bizzbda, et une bouteille d'huile, wahed lqara dial zid d'un brun sombre li loun diala kan اسمر. هادشي هذا هو اللي صيفط سيدي عبد السلام مع هاد لو ميساجي باش يجيبو لالا زبيده. كو دوموند لالا عيشه على لالا زبيده، اشنو طلبات لالا عيشه من لالا زبيده؟ ال دوموند على لالا زبيده دو لوي روندر فيزيت لو لوندما افان كي لوي راكون دو نوفو ا بروبو دو سي ديميل افيك سون ماري. لالا عيشه قالت لالا زبيده دوزي عدي الغد لي باش نعاود لك الجديد ديال داكشي ديال المشاكل اللي واقعين ما بيني وما بين زوجي اللي هو مولاي العربي. اكوا ايتي اوكيبي لالا عيشه على ريفي دو لالا زبيده اي دو سون فيس. ملي جات لالا زبيده تحت الطلب ديال الصديقه ديال لالا عيشه، جات عندها للدار وجابت معها سيدي محمد. ملي دخلوا للدار عند هاد لالا عيشه، لالا عيشه باش كانت مشغوله، اش كانت كدير فهاديك اللحظه اللي دخل فيها سيدي محمد مع الام ديالو لالا زبيده. على ريفي دو لالا زبيده اي سون فيس، لالا عيشه ايتي اوكيبي دو شاسي لي موش ا غران كو دو تورشون. يعني لالا عيشه كانت شاده واحد الطرف ديال الثوب واحد الكتانه وباركه كتجري على الدبان كتخرج فيه. كي اي لو بيرسوناج كي اريف شي لالا عيشه؟ شكون هي الشخصيه اللي جات للبيت عند لالا عيشه وكانت حاضره لالا زبيده؟ سي سلامة اون ماريوز بروفيسيونيل. هاد سلامة هادي هي اللي كانت سبب ديال الزواج ديال مولاي العربي بالمرأة التانية، جات باش تطلب السماحة من لالا عيشة تقولها سمحي ليا وداكشي وهادي ومن هنا ومن لي، وجات باش تخبرها حتى بواحد المعلومات اللي هي جديدة. هاد السلامة هادي عندها واحد الصوت اون فوا دوم، عندها واحد الصوت بحال راجل، مني دارت واحد الصوت في الباب كيصحابو غير شي راجل اللي واقف، هي راه غير سلامة الصوت ديالها بحال الراجل. كل انفورماسيون ابورت سلامة على لالا عيشة؟ هاد السلامة هادي اللي جات عند لالا عيشة اشناهي المعلومة اللي جايبها لالا عيشة؟ سلامة رابورت لا نوفيل دو بروشان ديفورس دو مولاي العربي افيك لا في دو كوافور. هاد السلامة جات تخبر لالا عيشة بان قريب غادي يطلق مولاي العربي المرة التانية ديالو اللي هي لا في دو كوافور. كيسكو سلامة اوفخ اسيدي محمد، اشنو عطات هاد سلامة اللي الصوت ديالها بحال الراجل واللي كانت سبب ديال الزواج تاني ديال مولاي العربي بالمرة التانية، اشنو عطات لسيدي محمد؟ سلامة اوفخ اسيدي محمد اون كورن دو غازيل، سلامة عطات لسيدي محمد كعب غزال. كيل فوت سلامة افيتيل كوميز اونفيغ لالا عيشة، اشنو هو الخطأ اللي ارتكبت هاد سلامة تجاه لالا عيشة؟ Elle avait arrangé le remariage de son mari. يعني هاد سلامة هادي كانت هي السبب ديال الزواج تاني ديال مولاي العربي، يعني السبب في الزواج تاني ديال الزوج ديال لالا عيشة، يعني ديال راجلها. Quelle intervention rendait le mariage de مولاي العربي de plus en plus triste؟ اشنا هو التدخل اللي زاد رجع هاد الزواج ديال مولاي العربي بالمرة التانية حزين كتر؟
لي موفيز كونساي دو لا مير دو لا جون ايبوز. هاد المراه هادي الثانيه ديالو اللي هي لا في دي كوافور امها كانت كتحرشها، وهذاك التحراج اللي كانت كدير ليه هو اللي كان كيخلي هاد الزواج يكون حزين. يعني كتبقى تقول انت صغيره وهو شارف عليك وطلبي ليه وقولي يجيب لك ويدير لك ومن هنا ومن ليه، وتا هي كدير داكشي اللي كتقول ليها الام ديالها، حتى خلات هاد الزواج هذا ولا حزين وخرجات عليه. D'après Zohor, quel indice montrait que Moulay Larbi ne supportait plus sa vie de ménage? D'après Zohor, Zohor a dit qu'il y a le jara de l'Aïcha, et je vais dire que Mohamed Bzev, qui a dit que c'est le jara de l'Aïcha, qui a fait le jara de l'Aïcha. Quel indice montrait que Moulay Larbi ne supportait plus sa vie de ménage? Il a dit que Zohor a dit qu'il y a le jara de l'Aïcha, et le jara de l'Aïcha, qui a dit que Moulay Larbi ne peut pas être capable de vivre في الدار الثانية مع المرأة الثانية. مولاي العربي أكومونسي أدوغميغ دون سون ناتوليي. هاد مولاي العربي صافي مبقاش قادر حاملش يمشي للدار عند المرأة الثانية ولا كينعس في المحل ديالو. Quel prénom de femme choisit le narrateur pour les chansons qu'il composera plus tard? Sidi Mohamed Bari elle fait l'agani ou qui va dire l'agani ou qui exil Bari exil ou un des noms de la chanson qu'il chantera. ما بغاش يعزل زبيده حيت سميه تمو، ما بغاش يعزل العيشه حيت ما كيحملهاش، ما بغاش يعزل زينب حيت ما كيحملهاش. اشنو عزل؟ الاسم اللي عزل هو زهور. لو ناراتور ا شوازي لو برينو زهور، عزل السميه ديال زهور حيت عجباتو وما بغاش تنسى ليه. بوركوا علال اليعقوبي فيانتيل ادار الشوافه؟ علاش هاد علال اليعقوبي جا لدار الشوافه؟ هاد علال اليعقوبي كيقرا مع سيدي محمد وصيفطو الفقيه باش يسول على الحاله الصحيه ديال سيدي محمد فين وصلات. علال اليعقوبي فيان ادار الشوافه بور بروندغ دي نوفيل دو سيدي محمد على دوموند دو فقيه. هاد علال اليعقوبي جا لدار الشوافه باش ياخذ يعني يعرف الجديد على سيدي محمد بالطلب من الفقيه ديال ليكول كورانيك. كال بون نوفيل ابورت زينب على لالا زبيده؟ اشنو هو الخبر الزوين اللي جات تقول زينب لالا زبيده؟ هاد زينب هي بنت رحمة عندها 7 سنين وبنت دريس العواد وساكنين في البرومي ايطاج في دار الشوافه. زينب انونس لو غوتور دو المعلم عبد السلام. زينب جات تخبر لالا زبيده ان المعلم عبد السلام صافي رجع من البلاصه فين كان خدام. هي اول وحده شافته ملي كانت خارجه تسخر رجعات كتنهج باش تقول لالا زبيده راه الزوج ديالك رجع. Quelle fut la réaction de Lalla Zoubida à l'annonce du retour de Sidi Abslam? Kifash kan tradat l'fi'l diyal Lalla Zoubida bil khabar diyal l'aouda diyal zouj diyal li huwa l'maallem Abslam? Lalla Zoubida nage dans la joie, bdat katsbah ou katsiish ou katsbhar ghir fi s-sa'ada ou l'farah. كابخون دريس العواد المعلم عبد السلام اسون غوتوغ. اشنو قال دريس العواد باش خبر دريس العواد المعلم عبد السلام من يرجع من السفر ديالو؟ قال لي واحد الخبر. اشنو هو هذا الخبر؟ هذا دريس العواد ابخون اسيدي عبد السلام لو ديفورس دو مولاي العربي اي لا في دو كوافور. هاد دريس العواد هذا خبر المعلم عبد السلام قال لي بلي الطلاق ديال مولاي العربي بالمراه الثانيه ديالو صافي راه تم قدام النوطر ولا رسمي مطلق ديك المراه الثانيه. سمحوا لي في الاخر كنعيا كنولي غير كنزروط في الكتبه. كيل ايتي لا في دو سيدي عبد السلام سور لا بوليغامي؟ اشنا هي وجهه نظر ديال المعلم عبد السلام على تعدد الزوجات؟ واش المعلم عبد السلام ماشي مشكل عنده الفكره ديال ان الراجل واخا يتزوج مرة الثانيه والثالثه، ولا كيرفض الفكره ديال تعدد الزوجات؟ سيدي عبد السلام اي كونتر لا بوليغامي. سيدي عبد السلام ضد ان الراجل يتزوج بزاف ديال العيالات حيت كيعتبرها انها حماقه وبزز باش الراجل زعما يقدر يتعايش ويواكب الحياه مع مراه وحده. هادشي هذا على حساب ما قال لنا المعلم عبد السلام في لو باساج. بوركوا سيدي محمد اوفغيتي سا بواطا ميرفي؟ على سيدي محمد باه رجع يعني صافي خاصو يعيش في السعاده، الاب ديالو رجع ما بقى لا حزين لا والو، واخا هكاك مشى لجا العلبه ديال العجائب ديالو. كيف عارفين حنا ان سيدي محمد مني كيحس بلا سوليتود كيمشي للعلبه ديال العجائب ديالو. هو باه جا علاش بغى هاد علبه العجائب؟ مالغري لو غوتوغ دو سون بيغ لو ناغاتور سو سونتي تريست اي سول. واخا رجع بواه بقى سيدي محمد كيعيش مع الاحساس ديال الحزن والاحساس ديال الوحده. يعني ما كاينش شي حاجه اللي كتخرج سيدي محمد من الحزن ديالو من الوحده ديالو من غير لا بواطا ميغفي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لي فيديو. ما كنكملوا الفيديو ديال هاد الاسئله حتى كنسخف. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.